مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من لقاء العمر. نستضيف اليوم الشاعر والإعلامي القطري محمد السادة، عمل بإذاعة قطر، كما أنه لديه العديد من دواوين الشعرية، وهو أيضا كاتب لقصص الأطفال وأناشيدهم. مرحبا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا. متى بدأت كتابة الشعر؟ بدأت هواية الشعر عندي من الصغر، يعني كانت هناك محاولات، طبعا محاولات الأطفال لما كنت طفل، وكنت مطلع وأقرأ كثير من كتب الشعر أو القراءة، قراءة اللغة العربية التي تدرس في المدارس، فتأثرت ببعض الشعراء، ولكن كان شعر بدائي. ثم تطورت معي هذه الهواية ونميتها بالقراءة والاطلاع على الشعراء. ما هو جديد الشاعر محمد السادة؟ الجديد الذي لي في مجال الدواوين الشعرية هو ديوان أناشيد البلابل، وهو من إصدار إدارة الدراسات بوزارة الثقافة والفنون والتراث، وليس هو الديوان الوحيد للأطفال، بل هناك ديوان آخر للأطفال سبق هذا الديوان، وهو أنغام البراعم. ولي في مجال الأطفال كتابات، وهي دراسة بعنوان السردية الشفاهية لقصص الأطفال، ناقشت فيها أثر القصص الموجهة للأطفال في تربيتهم، بالإضافة إلى دواوين أخرى، دواوين للكبار. وكان أول ديوان لي هو على رمل الخليج، ولي ديوان اسمه كثبان وأمواج، وآخر ديوان للكبار هو بوح الحشا. وهنا يعني لن أتوقف، وآمل أن أصدر دواوين أخرى في المستقبل إن شاء الله. أما بالنسبة للقصائد الجديدة التي قلتها، هي قصيدة افتتاح مطار الدوحة، مطار حمد الدولي، وهو صرح كبير في قطر. وأقول في هذه القصيدة: هل للزمان لسان أو لديه فم، أو هل قراطيسه يجري بها القلم؟ لو أن للدهر عند الافتتاح فم، لقال قولا تعيه في الدنى الأمم. لدون المجد للتاريخ أحرفه تزف، علما له قد أسفر العتم. تقول للناظرين الصرح مكتمل، أعلاه من طبعه الإيثار والكرم. هل ما تراءى بناء شامخ لمعت أضواؤه كلآل العقد تنسجم، أم ذا عناق السماء للأرض تحمله، سفائن الشوق للآفاق تقتحم. متى جاءت فكرة الكتابة للطفل، وهل كانت تجربة صعبة؟ طبعا كانت تجربة سابقة، عندما رزقت والحمد لله بأطفال كنت أقول لهم القصص وأرى أثر ذلك عليهم عبر الأيام وعبر الأسابيع والشهور والسنوات، أرى كيف يؤثر هذا الكلام، وهو سرد القصص على الأطفال، يؤثر فيهم ويعطيهم المعلومة التي تساعدهم في الحياة. فقلت: لماذا لا أكتب للطفل وأنشر هذه المعلومة للآباء والأمهات حتى يأخذوا بأيدي أبنائهم؟ فذكرت في كتابي اللي هو السردية الشفاهية لقصص الأطفال أنه لابد أن يسرد الأب أو الأم القصص على الأطفال، ومن خلال هذه القصص يعطيهم الجرعات التعليمية والتأديبية ليأخذ بأيديهم ويعلمهم. ما الذي يميز أدب الطفل عن غيره من الآداب؟ حقيقة هذا سؤال كبير، ويحتاج إلى يعني دراسات معينة. يعني أدب الطفل لا يختلف عن آداب الكبار، وإنما يتصل به. فالطفل عموما جديد في الحياة، وفي كل يوم يكتسب مرادفات جديدة ومعلومات جديدة، وهذا هو الاختلاف. وعلى الكاتب وعلى الأديب أن يعي هذه الناحية، كيف يوجه
أدبه والذي يريد منه تنشئة هذا الطفل، كيف يوجهه له من خلال المرادفات التي يفهمها الطفل ومن خلال المعلومات التي يعلمها الطفل أو يعتقد هذا المربي أن الطفل يعلمها، ليأخذ بيده إلى أدب الكبار. كيف تصف العلاقة بين الإعلام والشعر؟ العلاقة بين الإعلام والشعر علاقة وطيدة، فالشاعر وسيلة إعلام قائمة بحد ذاتها. فالشاعر المتمكن الذي يصف ما يدور حوله ويعطي رأيه للجمهور أو القراء هو بحد ذاته وسيلة إعلامية. طبعا لا يستغني الشاعر عن وسائل الإعلام لنشر قصائده وأفكاره الشعرية، سواء كانت التعليمية أو الوصفية وما إلى ذلك. ما هي الصعوبات التي قد يواجهها الكتاب في مجال الكتابة؟ أكثر من صعوبة عندما يود الكتابة هو استحضار الكلمات التي تصف المشاعر التي يريد أن يقولها في كتاباته. هذه أول صعوبة. الصعوبات الأخرى في المعلومة وليس في الكلمة. المعلومة يجب أن يتأكد من جميع المعلومات التي يضعها في كتبه التي ستنشر، لأنه قد يعطي معلومات خاطئة، وهذا يعني يجعل هذا الكاتب غير محبوب أو غير مشهور، لأن الكتاب الكبار يزدرون أعماله. فلذلك يجب أن يتأكد كل كاتب من المعلومة التي يضعها في كتبه، وأيضا يجب أن يثري حصيلته اللغوية. هذه صعوبات. ولكن الوسائل الحديثة وخاصة الإنترنت سهلت هذه الأمور، فلا يستعجل الكاتب بكتابة أي معلومة دون الرجوع إلى مصدر هذه المعلومة والتأكد منها. هذه صعوبتين اللي هي في اللغة، وصعوبة أخرى في صحة المعلومة، صعوبات أخرى في استكمال العمل ونشره إلى الجمهور. يجب عليه أن يتأكد من نشر هذا العمل مرة أو مرتين أو ثلاث، ثم يعرضه على من هو أكبر منه أو يعرضه على الأساتذة حتى يتأكد من أن عمله عمل جيد، ثم ينشر هذا العمل. جيد. وهل هناك نصيحة توجهها للكتاب الصغار؟ الكتاب الصغار أوجه لهم نصيحة. أنا وجدت اندفاع عند بعض الكتاب الصغار للتأليف، سواء كان في مجال الشعر أو في مجال القصة أو في مجال الرواية، لديهم اندفاع. ولكن هل عندهم ما يثري أفكارهم حتى ينموا هذا الطموح عندهم؟ أنا أنصح الكتاب الصغار بأن يكثروا من الاطلاع ومن القراءة، وأن يحاكوا أو يشابهوا أو يقلدوا الكتاب الكبار في البداية، ثم يقوموا بأعمال هم، أعمال شخصية هم يكتبوها. هذه طبعا نصيحة للكتاب الصغار. أيضا القراءة في مجال اللغة العربية، القراءة في مجال اللغة العربية يثري كلماتهم وحصيلتهم التي هي كلمات اللغة العربية، وهذا يعطيهم دفعة للكتابة في المستقبل إن شاء الله. هل من كلمة ختامية؟ حقيقة في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر لمركز الدوحة لحرية الإعلام على استضافتي، وأيضا أوجه كلمة للآباء والأمهات بالاهتمام بالأجيال القادمة وتثقيفهم وتعليمهم وتحصينهم ضد هذه المدود الإعلامية التي بدأت تنخر في المجتمع. فهناك مغرضون وهناك قنوات إعلامية مشبوهة، فيجب أن يحصن الآباء والأمهات أبنائهم في مقابل هذا المد الإعلامي الكبير الذي يريد أن ينخر في المجتمع. وأتمنى السلامة والتقدم للجميع إن شاء الله.
شكرا لك أستاذ محمد السادة، وشكر موصول لكم جمهور الكريم، نلقاكم في حلقات قادمة.